اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده اتكلم فيه معاكم عن الشاور جل بتاع مود. الشاور جل ده هو من شركة الي كوزماتيكس. الشركة دي منزلة يعني اللاين كده من الشاور جل وكمان الهاند ووش. يعني لو انت عايزة تشتري الشاور جل معاه الهاند ووش بتاعه، في من كل شاور جل نفس الريحة من الهاند ووش. يعني بالنسبة لي الروايح بتاعته، هي روايحه كتيرة جدا واكتريتها حقيقية حلوة، بس انا اكتر ريحة عجبتني هي اللي هي اسم العطر بتاعها، اللي هو على اسم جزيرة، يعني اللي هو سانتوريني. هي زي ما قلت لكم ان هو روايحه كتيرة، بس هي دي الريحة اللي عجبتني اكتر. هي ريحته كده كأن فيها، يعني هي شجري على لافندر شوية، بس لافندر يعني على خفيف قوي. بالنسبة لي الحجم بتاعه هو 750 ملي. السعر بتاعه هو على حسب انتي هتجيبيه منين. بالنسبة لي السعر فيه من اول 50 جنيه لتقريبا بيوصل ل 65 جنيه، على حسب انتي جايباه من صيدلية او سيلر او من محل ميك اب عادي. عايزه اقول لكم برضو بالنسبه للمكونات بتاعته، مكوناته لطيفه كلها اهي. هو في الشيا باتر والكوكو نات اويل وكمان الالوفيرا وماده اسمها البولي كوانتريوم. الماده دي هي اصلا بتكون موجوده عاده في الشاور جل والشامبوهات على اساس انها تعمل الرغوه والنعومه اللي احنا بنشوفها، سواء للبشره او للشعر. فهي دي كل مكوناته، يعتبر مكونات بتاعته برضو لطيفة. عايزة اقول لكم برضو بالنسبة للقوام بتاعه، عايزة افتحه لكم اوريكم شكله اهو. شايفين هو قوامه خفيف شوية، مش اللي هي مش حاجة تقيلة. يعني مثلا بالنسبة، لو هقارنه بالنسبة للشاور جل بتاع اللوكس مثلا، لا الشاور جل التاني ده تحس ان هو القوام بتاعه بيكون تقيل شوية، لكن ده بصراحة قوامه خفيف وريحته حقيقي حلوة، حقيقي حلوة. بالنسبة لي الثبات بتاع الريحة، لا انا بصراحة ما شفتش ان ريحته بتثبت ولا حاجة. هي تقريبا اول ما بتطلعي مثلا من الشاور بتاعك هي ساعة، ده اذا كملت الساعة اصلا والريحة بتطير يعني. بس بالنسبة لانه بينشف الجسم او لا، لا هو مش بينشف البشرة. يعني انت لو بتحطيه وتسيبيه على جسمك مثلا دقيقتين ثلاثة، لا مش هتحسي ان انتي يعني بشرتك جفت او نشفت او كده، لا خالص. عايزه اقول لكم برضو انه لو انتي عروسه وعايزه تجيبي منه كذا كذا ريحه، هيكون كويس جدا. ويا سلام بقى لو انتي خدتي معاه الهاند ووش بتاعه. زي ما قلت لكم انه الروايح كتير قوي، ويعتبر السعر بالنسبه لي الحجم الكبير ده اللي هو 750 ملي، يعني سعره لطيف جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.